الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، حلقة جديدة متجددة دائما برنامجكم اليومي وعلى الهواء مباشرة. مساء الخير يا كويت، أرحب كل العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زميلي عبد الله. مساء الخير. مساء النور زميلة مشاعل، مساء الخيرات والمسرات والأفراح لكم جميعا أينما كنتم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونقولكم حياكم الله معنا وحلقة جديدة ومزيد من الموضوعات واللقاءات الجديدة والمتجددة معكم وبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معكم هالجولة المسائية. مشاهدينا معكم كل مساء يتجدد اللقاء ولكم يطيب العطاء، حيث نتواصل مع المواضيع والنشاطات المحلية من خلال ضيوفنا الكرام عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن لا نمل أبدا من التذكير دائما بضرورة توخي الحيطة والحذر والتمسك بالإرشادات الطبية. نعم مشاهدينا الكرام، حقا معكم يطيب هذا المساء وكل مساء، وهناك مساحات من الود والتناغم في الطرح بيننا وبينكم، وتبقى النصيحة اليومية اللي دائما نقولها لأنفسنا قبل نقولها لكم، التي فرضت علينا جميعا في ظل هالظروف الاستثنائية، تبقى نصيحتنا لنا ولكم ضرورة المحافظة على الصحة باتباع الإرشادات والتقيد بالاشتراطات الصحية. نتمنى لكم السلامة والسعادة والصحة والعافية. نعم مشاهدينا، والآن نبقى في الدقائق التالية مع فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية بالإنابة ورئيس عام الامتحان. سعادة الوكيل مساء الخير. مساء النور، يا هلا يا مرحبا فيكم، ونمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين عبر برنامجكم المميز. حياك الله أستاذ، وكما يقولون هذا الزرع حان وقت القطاف لأبنائنا رغم هالظروف الاستثنائية. حدثنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة غدا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد، تم انتهاء العام الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وخاصة لطلبة الثانوية العامة بقسمي العلمي والأدبي وأيضا المعهد الديني والتربية الخاصة. يوم أمس من للعام الدراسي 2019-2020، وإن شاء الله سيتم إعلان واعتماد نتائج الثانوية العامة لأبنائنا وبناتنا الطلبة ظهر يوم غد من قبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي، وسيتم هذا الإعلان تنسيقا وتزامنا مع تلفزيون دولة الكويت عبر برنامج خاص سيبث إن شاء الله ظهر يوم غد لإعلان النتائج الثانوية العامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة من خلال جائحة كورونا COVID-19. فلله الحمد أنهينا العام الدراسي من خلال تعليم عن بعد لأبنائنا الطلبة بكافة المراحل الدراسية في القسمين العلمي والأدبي. نعم. لطلبة الصف الثاني عشر، والآن أكيد يعني الجميع مترقب لإعلان النتائج، وإن شاء الله يعني إحنا مستمرين في إعداد النتائج وحصدها بالشكل المطلوب والمعتاد من قبل المسؤولين في الكنترول الأدبي وأيضا الكنترول العلمي، وإن شاء الله سيتم الإعلان ظهر يوم غد إن شاء الله من خلال اعتماد معالي الوزير لهذه النتائج. سعادة الوكيل، يعني بما أن احنا في ظل جائحة COVID-19، شلون تعاملتوا أنتم مع هذا الأمر؟ لله الحمد كانت هناك خطة واضحة بالنسبة لوزارة التربية لاستكمال واستئناف الدراسة بالنسبة لطلبة الثاني عشر، وحصدنا هذا الأمر من خلال تضافر الجهود من قبل المعلمين والموجهين والفنيين والإداريين في وزارة التربية للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من خلال التعليم عن بعد أونلاين بالنسبة لأبنائنا الطلبة. ولله الحمد كانت الظروف متاحة لنا، وكانت الأرضية جدا متينة بالنسبة لنا، وكانت
وكان هناك تعاون مثمر ما بين الجميع وخاصة من قبل أولياء أمور الطلبة اللي كان لهم الدور الكبير في إنجاح هذه العملية والتحفيز لأبنائنا الطلبة للمشاركة والمساهمة لاستئناف التحصيل العلمي للصف الثاني عشر. وكانت الدراسة لمدة 6 أسابيع انطلقت في نهاية في بداية شهر أغسطس واستمرت إلى غاية يوم أمس. وكانت المدة 6 أسابيع بالشكل المطلوب والموعد مسبقا من قبل الجهات المعنية في التعليم العام من خلال تنسيقنا المباشر مع الموجهين والإدارات المدرسية في هذا الأمر، خاصة بأن إخواننا وخواتنا المعلمين خاضوا دورات تدريبية مكثفة رغم قصر المدة اللي كنا إحنا نواجه هذه الجائحة، وأيضا كانت هناك دورات تدريبية أيضا مكثفة لأبنائنا الطلبة حول كيفية استخدام هذه المنظومة الجديدة على التعليم بالنسبة لأبنائنا الطلبة في المرحلة الثانوية. ولله الحمد يعني كانت الظروف مواتية ولاقت استحسان الجميع وحققنا النتائج المرجوة اللي فاقت التوقعات ولله الحمد. لكن احنا خطواتنا القادمة مع بداية العام الدراسي الجديد اللي راح يكون إن شاء الله يوم 14 يعني خلال أيام قليلة ستنطلق الدراسة للعام الدراسي الجديد 2020-2021، واستعدت الوزارة بكافة طاقاتها البشرية والفنية لانطلاقة العام الدراسي الجديد إن شاء الله، وراح يكون الفصل الدراسي الأول عن طريق الأونلاين إلى من يتم الأمور بشكلها الطبيعي وفق الاشتراطات الصحية وفق أخذ الموافقات الرسمية من السلطات الصحية بعودة التعليم بالشكل التقليدي. ولكن يوم 14 راح تكون الانطلاقة بالنسبة للفصل الدراسي الأول عن طريق الأونلاين التعليم عن بعد. وتم يوم أمس وضع الخطة ورفع التوصيات بالنسبة للتعليم للمراحل الثلاث اللي هي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بأوقات مختلفة. هذه راعينا فيها الظروف الأسرية من كافة الجوانب، وأيضا حتى متابعة أولياء الأمور أولياء أمور أبنائنا الطلبة لمتابعتهم بالتحصيل العلمي السليم. نعم. المرحلة الابتدائية للصف الرابع والخامس حددناها أن تكون خلال الفترة المسائية، راح تكون خلال الساعة 3 لغاية الساعة 5 مساء. وبالنسبة للمرحلة المتوسطة راح تكون فترة الدراسة من الساعة 8 الصبح لغاية 10:30 الصبح، وبعدها بعشر دقائق ستنطلق دراسة المرحلة الثانوية وتحديدا من الساعة 10:40 إلى غاية الساعة 1:30 الظهر. فهني تكون العملية مكتملة وفق دراسات اللي وضعتها وزارة التربية في هذا الأمر إن شاء الله. نعم بإذن الله، أتمنى لكم التوفيق أستاذ فيصل وعانكم الله على خوض هالتجربة إن شاء الله. مثل ما ذكرت كل شيء مخطط له، لكن حتى يرى النور كيف ترون التعاون الإعلامي بين وزارة الإعلام ووزارة التربية في نقل هذا الحدث المهم في ظل هالتجربة وخصوصيتها لإيصال هذا الجهد للرأي العام أو للمتابعين؟ يعني احنا كان هناك اجتماعات مسبقة مع الاخوان والمسؤولين في وزارة الاعلام اللي قاموا بجهد جبار معنا من خلال عرض المواد التسجيلية لابنائنا الطلبة للصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والادب. فكانت المنظومة التعليمية متواكبة ومتوائمة ما بين وزارة التربية ووزارة الاعلام في هذا الأمر، وستستمر
هذه المنظومة إن شاء الله مع بداية العام الدراسي يوم 14 لجميع المراحل الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية وفق آلية منظمة وجدول معتمد ما بين الطرفين في هذا الأمر. وكل الشكر والتقدير للأخوة المسؤولين وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام ووكيلة وزارة الإعلام والسادة الوكلاء المساعدين والمسؤولين والقيادة في وزارة الإعلام على جهودهم المضنية بالتعاون مع إخوانهم في وزارة التربية في استكمال العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا COVID-19. ونتمنى أن تستمر العملية التعليمية ما تتوقف في ظل هذه الظروف، ولكن التعاون المشترك من كافة الأطياف المجتمع وأيضا من كافة مؤسسات الدولة هي اللي قاعدة تستثمر بالشكل المطلوب، وسوف نرى هذه النتائج على أرض الواقع خلال الفترة القليلة القادمة، وخاصة أن تجربتنا في الصف الثاني عشر كانت خير دليل على نجاح العملية التعليم عن بعد. نعم أستاذ فيصل، وصلنا معك للختام، كل الشكر لك على هذا اللقاء طبعا والمعلومات اللي ذكرت من خلال هذا اللقاء، وأكيد كان في إيضاحات كثيرة، شكرا لك. متواصلين معكم ولكن بعد هذا الفاصل. غيرت الجائحة ملامح يوميات الأفراد وتبدلت الأولويات، والآن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية تبقى أمور لا عودة لها حتى إشعار آخر: الأعراس، مراسم العزاء، التجمعات في المجالس، الولائم، حفلات الاستقبال لغير أفراد العائلة، كلها أمور تمنع إقامتها ولا مجال للتهاون فيها حماية للمجتمع. فليكن وعينا الدواء. يا هلا ويا مرحبا فيكم، رجعنا نتواصل معكم بتنوع فقراتنا في هالجولة المسائية، وهذه الفقرة الجديدة اللي نلتقي من خلالها عبر السكايب مع الدكتور بسام عبد الرحمن البطحي استشاري طب عائلة، وراح يكون الحديث عن الوسواس القهري. مساء الخير يا دكتور وحياك الله، وعسى الله يبعدنا ويبعد عن كل المشاهدين ومن يسمع هالوسواس يا رب. آمين آمين، الله يحييك وجزاكم الله خير على الاستضافة، ونتمنى أن نكون إن شاء الله نفيدكم في هذا اللقاء بإذن الله. بداية دكتور بسام، يعني نسمع أن في وسواس قهري وفي شخصية وسواسية، في فرق بين الاثنين؟ نعم طبعا، هذا أهم سؤال، لأن هذا الموضوع مو بس الناس ما تعرفه أو تلخبط فيه، حتى بعض الأطباء يجدون صعوبة في التفريق بين الاثنين. الوسواس القهري هو اللي احنا بنركز عليه وهو اللي يحتاج علاج، بينما الشخصية الوسواسية القهرية فهذه تختلف تماما عن الوسواس القهري. باختصار، الشخصية الوسواسية القهرية هي نوع من انواع احدى انواع الشخصيات اللي تعاني من بعض الاضطرابات اللي في الشخصية. هذا انسان غير، يعني ما عنده أي إحساس إن عنده مشكلة، فهو يعتقد إنه ما عنده مشكلة. اللي متأذي منه هم اللي حوالينا، أهله، ربعه، هم اللي مدمرين من سلوكياته اللي قاعد يسويها وتصرفاته، لكن هو يعتقد إنه هو سليم 100%. شنو صفات هذا الشخص أو هذه الشخصية؟ إنه مثالي جدا لدرجة إنه يكون دقيق جدا، وهذه الدقة تخليه يتأخر كثيرا في إتمام هذه الأشياء اللي يحس أنها عبارة عن روتين معين، بيروقراطية، لازم يخلص كل شيء على النمط اللي هو تعود عليه، ما يحب يغير، ما يحب يغير طريقة، ما يحب يغير سلوكه، دائما ياخذ وقت مرات طويل علشان يسوي الشيء بالشكل المثالي اللي هو يبيه. عنده مشكلة أنه عنده صلابة،
عدم مرونة، أيضا عنده صرامة والتزام في تنفيذ القوانين، ولذلك دائما هو تلقاه ينجح في الوظائف اللي فيها دقة، فيها محاسبة، بس إذا ترقى ونحط في مكان في انفتاح على الناس أو في تغيير للروتين تلقاه يكتئب. طبعا هذا الشخص أيضا عنده مشكلة أنه شكاك، بعضهم يعاني من البخل، يعني يجمع المال دائما يقول أنا أخش شيء للمستقبل، يمكن يصير شيء في المستقبل. كذلك تلقاه يجمع أشياء المفروض أنها انتهت أو تالفة أو ما لها قيمة، تلقاه يجمعها ويخشها لأنه ما يحافظ عليها، مثل أوراق، كراتين، علب أدوية، أي شيء عنده ما يقدر يتخلص، دائما تلقاه يجمع هذه الأشياء. ولذلك هو ما يحس أنه مصاب، لكن احيانا يصل الى مرحله يتعب، لان مرات يواجه مشاكل كثيره بسبب هذه الشخصيه، وبالتالي في هذه الحاله يطلب العلاج. علاجه ما يكون دوائي، غالبا يكون علاج سلوكي، علاج نفسي، مهارات ما تغير من شخصيته، لان هذا وايد صعب انه يغير من شخصيته، ولكن يتعلم مهارات مؤقته تخليه يتعامل باريحيه مع السلوكيات اللي هو قاعد يسويها. نعم. في المقابل الوسواس القهري هو اضطراب مؤقت، يعني مو من شخصية الإنسان طول عمره، وإنما اضطراب مؤقت يأتي إلى الإنسان على شكل أفكار قهرية. هو المريض غالبا يدري أن هذه أفكار غير منطقية، أفكار أحيانا يقول أفكار تافهة، أفكار غير صحيحة، ولكن ما أقدر أسيطر عليها، ما أقدر أتحكم فيها، قاعدة تأذيني وقاعدة تجيني بشكل متكرر. واحيانا تنتقل هذه الافكار القهريه الى سلوكيات قهريه، يعني تخليه يسوي سلوكيات علشان يرتاح، مثل تلقى يغسل ايده اكثر من مره خوفا من النجاسه، تلقى مثلا يروح للطبيب يفحص اكثر من مره، وفي ناس اعرفهم وصلوا الى مرحله انهم ينامون عند باب المستشفى ينطرون الشفت الثاني للدكاتره عشان يرد يفحص مره ثانيه عشان يريح نفسه، لانه في وسواس قهري داخله يقول له انت مريض، انت فيك شيء خطير. كذلك اللي يشيك على الفرن، الام اللي تشيك على الفرن كل ساعه علشان تخاف ان الغاز يتسرب، يشيكون على الليتات، يشيكون على البيبان، يخافون من اشياء معينه، والوسواس قائمه طويله. نعم. نعم دكتور الله يستر، ثلاث ارباع الكلام اللي تقوله يعني كانه موجود في كل شخص فينا، لكن هي تختلف عمليه النسب. نقول اسال الله السلامه يا رب العالمين. امين يا رب. شيء يذكر دكتور، هل هناك اسباب او عوامل تساعد على ظهور الوسواس القهري؟ نبتعد عن الشخصيه التي تعاني من هالوسواس، لكن الوسواس نفسه في اسباب له دكتور؟ نعم طبعا، من الاسباب هناك اربع اسباب رئيسيه. السبب الاول انه يكون هناك مثلا وراثه او جينات، وتلقى في احيانا هذا الوسواس القهري يمشي في العائله، مثلا تلقى الام تكون عندها وسواس قهري او نوع من انواع الوسواس ينتقل الى مثلا الابناء. ايضا لقوا ان في اسباب بيولوجيه، يعني هناك اختلال في النواقل العصبيه في الدماغ، خاصه ماده مثلا السيروتونين، وهذه لقوا ان لها علاقه ايضا في الوسواس القهري. والدليل ان لما سووا تصوير على الدماغ لناس مصابين في الوسواس القهري وناس غير مصابين، لقوا ان هناك في فرق في نمط عمل الدماغ بين الاثنين. وايضا الدليل الاخر ان لما اعطوهم ادويه تحتوي على السيروتونين تحسنوا بشكل كبير. ايضا هناك عوامل بيئيه، يعني هذا اللي قاعد نعاني منه الان، يعني السوشيال ميديا والاخبار، لما يقعدون يسمعون اخبار فيها الكثير من الاشياء اللي مثلا احنا نسميها تخوف او تخرع الانسان، فيبدي يصير عنده ينمو هذا الشيء اللي هو الوسواس عنده، يبدي يخاف. الصدمات اللي يعاني منها، تربيه الاباء على طريقه معينه، انه شيك على الحليب منتهي ولا لا، شيك عليه منتهي ولا لا، شيك على الاكل منتهي ولا لا، فيبدي خاف خلاص من الاكل انه يسبب له تسمم او يسبب له مشاكل. ايضا هناك يعني عوامل اخرى، لكن هذه اهم العوامل اللي تسبب الوسواس القهري. طيب دكتور، يعني هل وجد علاج جذري للوسواس القهري؟ الشيء الحلو اللي مبشر فيه الناس ان الوسواس القهري علاجه غالبا ما يتعالج بشكل تام ويتشافون تماما، اما بالعلاج الدوائي او بالعلاج احنا نسميه CBT اللي هو العلاج الادراكي المعرفي او المعرفي السلوكي، او الاثنين مع بعض. اذا التزموا في العلاج بطريقه تامه فانهم راح يتعالجون ويشفون باذن الله، وهذا اثبتت الدراسات، ما هو كلام عايم وانما الدراسات البحثيه وايضا الدراسات بالملاحظه. طبعا
العلاج ما راح يكون كذي يعني عايم، لازم يكون طبعا عند مختص يبحث في الفحص الجسدي، لان احيانا تكون الاسباب المرضيه ايضا تسبب حق الانسان اجهاد وضغط نفسي تعطي اعراض تشابه الوسواس القهري، وايضا يحتاج فحص جسدي لان هناك مضاعفات للوسواس القهري. يعني في ناس يتقطع يدهم بسبب كثرة الغسيل، أو تصير عندهم مشاكل بسبب الوسواس القهري، فلا بد من فحص سريري، فحوصات مخبرية وتقييم نفسي. طيب، توفرت هذه الأمور دكتور، وأيضا كما يقولون دكتور أي مشكلة بداية الحل هو الاعتراف بوجود هالمشكلة، هالشخصية الوسواسية أو الله يرضى عليك الشخصية الوسواسية أو الوسواس القهري، هل هناك مضاعفات أو مخاطر من عدم علاج هذا الاضطراب يعني إذا جاز لي التسمية؟ أحسنت، هذا سؤال وايد مهم. تدري ليش؟ لان اذا اللي يعاني من الوسواس القهري ما عرف شنو المضاعفات اللي راح تصير له، قال خلنا نصبر عليه، ما ابي اروح حق طبيب نفسي بسبب وصمه العار اللي يسمعونها، انه والله انا ماني مجنون، انا ما فيني شيء، وهذه للاسف قاعد تسوي حاجز في العلاج النفسي. يصل مرات اللي يعاني من الوسواس القهري الى افكار انتحاريه، يعني خلاص، يعني خلاص من كثر الضيم اللي هو عايش فيه يفكر في الانتحار، بس أحيانا يفكر في الانتحار بطريقة نقولها طريقة إسلامية، أبي أسجد وأموت وأنا ساجد، أبي أروح الحرم وأموت وأنا في الحرم، أبي، المهم أنه يفكر أنه يخلص من هذه الدنيا. أيضا قد يؤدي إلى الإدمان، إدمان على المخدرات، إدمان على أشياء أخرى، بحيث أن الطلعة من هذا أحيانا قد يؤدي إلى اضطراب آخر مرتبط بالقلق، مثل الرهاب، الهلع، الرهاب الاجتماعي، القلق العام، وأحيانا قد يؤدي إلى الاكتئاب، وأحيانا قد يؤدي إلى اضطرابات في الأكل، وأحيانا قد يؤدي إلى إصابات جسدية بسبب كثرة الغسيل أو التعرض للمستشفى أكثر من مرة. أحيانا يؤثر على العمل، على التعلم، على العلاقات الاجتماعية. فالموضوع خطير جدا، ولابد أن الإنسان يكون واعي ويبدأ العلاج من الآن. نعم دكتور، نصائح أو إرشادات نفسية قد تفيد من يعاني من الوسواس؟ طبعا العلاج، يعني أنا أول شيء عندي نصيحة وايد مهمة، إن في ناس يربطون بين الوسواس القهري وبين وساوس الشيطان، وهذا الموضوع لازم أنا أوصله بشكل يعني مباشر، أن وساوس الشيطان هي عبارة عن وساوس يلقيها الشيطان في نفس المؤمن، بحيث أنه تخليه مثلا يتثبط عن العمل الصالح، يعني تبعد عن الدين. ولذلك هذا الموضوع بسيط جدا يزول بذكر الله عز وجل. الله سبحانه علمنا صورة الناس أنه وسواس الناس يخنس بذكر الله عز وجل، لكن هذا اضطراب يحتاج إلى علاج. هناك بعض النصائح المهمة، وهي أن العلاج الإدراكي السلوكي يهتم كثيرا في اثنين، في الإدراك يعني الفكرة، وعي المريض أن هذه فكرة وهمية غير صحيحة، هذه أول نقطة في العلاج. إزاي شلون يجيب فكرة ثانية حقيقية؟ أنه يعتمد على التجارب. في مرة نقول له في مرة جربت، ما تسوي هذا السلوك التأميني أنك تغسل إيدك وتشوف هل صارت مشكلة، هل في مرة أنك وقفت ما فحصت، أو فحصت وطلعت أنت سليم، أو ما فحصت وصرت مريض، فتعتمد على الخبرات هذه بغير أن تغير هذه الأفكار. أيضا السلوك، هناك علاج يسمى العلاج بالتعرض، أو exposure therapy، أو graduated exposure therapy، اللي هو التعرض التدريجي، وهذا نستخدمه أحيانا بالعلاج النفسي، أن نقول حق المريض أنت تخاف من النجاسة، نبدي شوي شوي نتعرض للنجاسة بشكل تدريجي، وراح يكتشف أن إذا جاس هذا السطح اللي يعتقد أنه نجس ما في أي نجاسة وما صار في أي مشكلة ولا أصيب بمرض خطير ولا صار عنده أي مشكلة. كذلك إذا كان يتعرض خايف من مرض، نروح حق هذا المرض ويكتشف أن هذا المرض مو خطير، فعن طريق الخبرة تدريجيا يصل إلى هذه. أنا النصيحة الأخيرة اللي بوصلها، أن لازم تكسرون الحياء والخجل تذهبون للمعالج، لأن قاعد نشوف بعيننا الكثير تعالجوا وردوا حياتهم طبيعية وعاشوا حياتهم بسعادة. نعم دكتور بسام، هنا أو هناك نختم بعد استدلالك في فيها الطرق العلمية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا أو هناك. شكرا جزيلا دكتور بسام عبد الرحمن البطحي، استشاري طب عائلة، على مشاركتك معنا في هالجولة
المسائية من مساء الخير يا كويت. مشاهدينا الكرام، ما زال في الوقت بقية، فاصل ومن ثم نواصل. لعودة الحياة الطبيعية بلا خوف، من أجل مستقبل آمن، يتكاتف الجميع نبدأ يدا واحدة ملتزمين بالاشتراطات الصحية، التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. نتعاون، نتفاءل، لا نتهاون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وفقرة جديدة. يسعدنا أن نلتقي عبر الفيس تايم بالمهندس فواز دقريان، باحث في أثر الزراعة على السلوك البشري. مساء الخير مهندس فواز. مساء النور أستاذ مشاعل، ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين. حياك الله بشمهندس. بداية لو نتكلم عن الأمن الغذائي وكيف يمكن أن يحقق هذا الأمن. نعم، الأمن الغذائي هو مفهوم يتعلق بالضمانات. أنت لما تتكلم عن مفهوم أمن غذائي تبي الشيء اللي يضمن لك الغذاء واستمراره بدون تدخل أطراف أخرى تسيطر عليك. تعرف الأمم التي لا تملك غذائها لا تملك أمرها. مفهوم الأمن الغذائي مثل الكريدت كارد لما تسافر، هي بعد الله سبحانه وتعالى تعتبر الضمان لك، لأن متى ما احتجت الفلوس تقدر تطلعها وتستخدمها. بعض الناس يعتقد بمفهوم خاطئ أن الأمن الغذائي هو تخزين المواد بالثلاجة أو بالمخزن، لكن العلم الزراعة هني يأتي هو الضمان، لأن الإنسان متى ما تعلمه وأتقنه قدر ينتج غذاء بنفسه ويصبح عنده بالتالي أمن غذائي. جميل جدا. طيب من خلال خبرتك مهندس فواز، شنو هي التقنيات الحديثة في الزراعة اللي تساعد المزارع على زيادة إنتاجه؟ طبعا أحدث تقنية وأكثر انتشارا الآن في تسارع كبير هي تقنية الزراعة المائية، وهي عملية تغذية النباتات بالمحاليل السائلة أو المغذيات السائلة مباشرة بواسطة الماء. هذه التقنية هي مش بس الأحدث، هي الأكثر إثباتا علميا في قدرتها على الإنتاج وتحويل الزراعة الحقلية أو التقليدية إلى نموذج مصغر لعملية الإنتاج. يعني هي تفوق الزراعة الحقلية بمراحل كبيرة، لذلك التقنية هذه هي تعد المستقبل الواعد في إيجاد الأمن الغذائي، مش بس للدول مثل دولة الكويت الدولة الحارة، لا، حتى الدول الزراعية أصبحت تنتهج هذا النمط الجديد في التقنية. نعم. طيب أقرب نقطتين خط مستقيم مهندس فواز، علاقة الزراعة بالسلوك البشري شلون نربط بينهم؟ طال عمرك الزراعة لها علاقة فطرية مع الإنسان، لأنها هي تلبي حاجته الأساسية في الغذاء، والغذاء هو الأمر اللي يضمن استمراره في وجوده.
والدليل على ذلك لاحظ جميع الحضارات التي يعني كانت في العالم واستمرت إلى يومنا هذا حوالين مصادر المياه وحوالين الكلاء والغذاء. صح. لذلك السلوك البشري مرتبط ارتباط فطري، مثل الإنسان اللي لما يولد يروح يرضع من والدته، هذا شيء فطري، ما يعني ما حد يعلمه عليه، هو الله سبحانه وتعالى زارعه فيه. لذلك السلوك البشري كل ما رجع للزراعة رجع إلى الفطرة، وهذا الشيء اللي احنا نوجه الناس بأن العملية الزراعية هي أكبر من عملية زراعة، هي عملية سلوك يجب أن يمارس بشكل عام. طيب ماذا عن أثر الزراعة على سلوك الطفل، بما أن احنا اتفقنا أنه هو سلوك بشكل عام؟ طبعا الطفل هني هو خلينا نقول إذا كانت البذرة هي زراعة المحصول، فالطفل هو زراعة المجتمع. الطفل تغير فيه وتعطيه قيم، يستبد منها قيم عميقة، منها الصبر، منها تقدير النعمة، منها تعلم كيف يتعلم ويبحث، منها التجربة والخطأ. الزراعة مثل ما ذكرت سلفا أن هي ارتباط فطري، فتخلي الإنسان يعيد تهيئة برمجة نفسه للتعامل مع محيطه. لاحظنا بالفترة الأخيرة بعض الناس ما يهتم للنظافة، مثلا نظافة محيطه، والسبب إيش؟ لأنه هو مو مرتبط بالمحيط ماله. إحنا لما نخلي الطفل يزرع ويتعلم الزراعة راح نلاحظ أنه هو نمت عنده سلوكيات جميلة، منها الحفاظ على النظافة، الحفاظ على النعمة، الحفاظ على الأغراض والمحيط ماله، كل هذه تنميها الزراعة وكثير كثير غير ذلك. نعم مهندس فواز، نحن الآن مقبلون على موسم الزراعة، ما هي الإرشادات اللي تقدمها للمزارعين للاهتمام بالإنتاج الزراعي، ومن ثم نكون على أولى درجات الأمن الغذائي ولو كان جزئيا؟ والله أنا يعني أول شيء دائما أنصح فيه الناس هو التعلم ودراسة الأمر الذي ستقوم فيه. يجب وضع خطة، الخطة هي بعد الله سبحانه وتعالى الضمان لمعرفة الخطوة التالية على الأقل، ما يكون الأمر عشوائي. كثير من الناس يروح يتكلف، يشتري أسمدة، يشتري بذور، يبتدي يزرع على غير هدى بدون معرفة، يقول خلنا أجرب، وهذا الأمر خاضع للخطأ بالرغم من أنه ممكن يكون ناجح، يعني مش العملية مش يعني صعبة ومعقدة، ولكن نقول لما يكون الإنسان مثلا يخطط لزراعة محصول معين ويبتدي يسمع عن هذا المحصول ويقرأ عنه، الآن وسائل التواصل الاجتماعي يقدر يتواصل معنا إحنا كخبراء في الزراعة وكثيرين الآن على منصات التواصل الاجتماعي، فمنها لازم يتعلم ويعد خطته قبل لا يبدأ حتى نتلافى موضوع الأخطاء اللي قاعدة تحصل معه. نعم مهندس فواز كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية على هذا اللقاء المميز. مشاهدينا أكيد متواصلين معكم ولكن بعد هذا الفاصل. عودة الحياة الرياضية ولكنها عودة محفوفة بالحذر والتفاؤل، فالرياضة تضع تحديات جديدة لممارستها، فهل أنت مستعد لهذا التحدي ومواجهة كورونا بالتنظيف والتعقيم المستمر أثناء التمارين الرياضية أو الاستمرار على ممارسة الرياضة في المنزل بدون قيود؟ الرياضة هي خير وصفة علاجية، لذلك ننصح بأن يكون الجهد المبذول أقل بعد هذا الانقطاع الطويل، حتى وإن شعرت بأنك قادر على بذل جهد أكبر، وذلك لسلامة جسمك، وخاصة للأشخاص الذين خسروا العضلات ومتعطشين لحمل الأوزان. ولا تنسى أن السلاح الواقي هو التغذية الصحية والرياضة والماء والنوم الكافي. الرياضة والوقاية أسلوب حياة يؤدي للسلامة والسعادة.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا. يسرنا الان ان نتواصل عبر الهاتف مع الدكتوره افراح ملا علي، سفيره جامعه سلامانكا الاسبانيه وممثل دوله الكويت بالصرح الاكاديمي الاسباني. دكتوره حياك الله معنا في برنامج مساء خير يا كويت. مساء الافراح وجمعتكم مباركه ومعطره بذكر الله. نعم بالله، حياك الله والساعة المباركة دكتورة. وممكن تكلمينا عن هنا عن أهمية الأسرة في المجتمعات، بما أن التحصيل الأكاديمي حتى يصل إلى مرحلة التحصيل الأكاديمي يخرج من بيئة ومجتمع وأسرة. نعم، تعد الأسرة النواة واللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي أساس المجتمع. المعادلة سهلة، فصلاح أي مجتمع ينبع من الأسر الصالحة الموجودة في المجتمع ذاته، بالإضافة إلى ذلك العمق الفكري للحكومات. فعلى سبيل المثال دستور دولة الكويت، والذي قمت بترجمته بشكل تطوعي، إهداء مني لدولة الكويت إلى اللغة الإسبانية لأول مرة، أنصف بشكل كبير في مواده بأن الأسرة هي أساس ومهمة، ونراها واضحة في المادة الثامنة والتاسعة، والتي تنص على أن الدولة يعني تكفل المجتمع وتوفر له الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص، وأيضا في مادة التاسعة بأن الأسرة بشكل واضح يعني أساس للمجتمع وقوامه. إذن الأسرة هي أساس المجتمع، ماذا عن أهمية التعاون داخل محيط الأسرة دكتورة؟ مبدأ التعاون هو مبدأ أساسي في كل المجتمعات المتحضرة والغير متحضرة حتى، فهي خصلة يجب غرسها في الطفل منذ نعومة أظافره، لأنها تعود بالفائدة على الأسرة كاملة، وهي تبدأ بالأسرة وتصل إلى المدرسة ثم المجتمع، وتقوي حبال التواصل، وهي مهمة بين الأفراد لأنها تزيد الشعور بالآخرين والترابط والمسؤولية وأخذ الأدوار، وبالتالي يشعر الشخص والفرد بأهميته، وهو أمر إلهي للأمانة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عسى الله يجمعنا على الخير والطاعة ونتعاون على يا رب كل ما هو خير. لكن إبان ما مضى والأزمة، كيف تكيفت الأسرة الكويتية مع أزمة كوفيد 19؟ يجب علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا، ويجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن الشخصية الفردية تختلف من شخص لآخر، وما يحدث في أسرة قد لا يحصل مع أسرة أخرى. يعني للأمانة سمعنا الكثير من الأسر التي واجهت عنف أسري وضغوط نفسية وسلوكيات في التعامل، وكان الحجر الكلي فيها مصدر للقلق والاضطرابات النفسية، فيها اكتئاب، عصبية مفرطة، وهذا أمر طبيعي لأن جائحة كورونا هي جائحة جديدة وشيء جديد على الأسر الكويتية الغير معتادة على الحجر في شقة مع أطفال، هذا سبب مشاكل الأمانة. وهناك من زاد تعلقه بالأسرة واكتشف مواهب وسلوكيات جميلة في أسرته، وهناك أيضا من استغل ظروف توقف الحياة ليبدأ حياة جديدة ويكون أسرة ويتزوج. دكتورة أفراح كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية على هذا اللقاء. طبعا مشاهدينا احنا بكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، شكرا لكم، مع السلامة. أينما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايته، فما الله.